يخرب بيتك، انت بتشرب الشاي بالشفاطة يالا. شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه يا دولا؟ لا لا لحاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس، مش يتشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولا، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين. انت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها. بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ارميك ايه ده؟ ده انا شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه يا رمزي. غريبه، مع ان انا حاسس ان انا ما اعرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده انا اعرف الناس دي، ايه ده ايه ده انا اعرف الناس، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه؟ دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة، خدت الشطافة؟ هتسيب القعدة كده؟ معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة النقراش الثانوية العسكرية بنين. فاكرك فاكر. لا مش أنت، أنت اقفل عشان الكارت، أنت اقفل اقفل. أهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني وحشني. أخبارك يا حمدي؟ عامل إيه؟ أقعد أقعد. ياه أخبارك إيه؟ الحمد لله. أسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اثور ثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوه في اي شارع تاني. لو انا جايب ابن اختي افسحه، بقولك ده المترو، المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتشال، هتشال. تصور محلات هتشال. ايه يعني الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي. الله لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محل محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرة وكبرة ايه؟ كبرة يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا اخي. ايه المشكلة يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبة، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجه خالص يعني؟ هي دي ضريبه النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبه؟ انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعه الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظه. تخيل المشروع ده بقى بعد 6 7 قول 30 سنه لما يخلص. تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لأولادك وتقول لهم تخيلوا يا أولاد
المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام. ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمه عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش. اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا طبعا. طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترماي اسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو، ماله التوك توك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكم في فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره، اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس، ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع؟ ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان يعني اصل الام دي ما تتعوضش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي. تيسي ايه؟
تيسي تيسي وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جه الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي 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 لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك قفشه ومحلك عتبته فقريه لكن هفكر ايوه فكر ونباتيتي لان يعني لازم عايزه تعمل عمليه والعمليه دي انك دون وبتقطع عليا بنفسي ايوه مش هعمل كده تاني بس عمليه ولازم تتعمل في بلاد بره حرام عليك بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني طب خلاص خربشك ايه الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جه لامي خلاص اذ ربما انا عدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك ربنا يخليك ربنا يخليك ماشي بكره بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده بقول لك الام يا معلم تيتي الام وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه هو معدي معدي اخلع انا بقى خد دي كمان يا معلم تيتي تشكر خد دي معاك شايفني بلم زباله على رايك عموما بالشفا يا معلم تيتي بالشفا دي تقولها للست الوالده اذا ربما انت بطل عطس يا سيدي ما تدوق ايش يعني جت على كده بقول لك ايه اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه حاضر يا سيدي معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك ده ايه اللي انت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي معقوله يعني لكن برضه ابقى اديك رنه حاضر سلام عليكم مع السلامه يا معلم خلاص يا معلم يلا يا رجاله الحمد لله خلصنا من البضاعه ايه ده دولا ده ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا بعت البضاعه دي كلها يا ابني بعت ايه انا شربت البضاعه كلها للمعلم تيتي وعلى معده فاضيه لا قيم انت برضه دولا استكملت لحد ما تكمم انت بتعلم الكلام يلا في مستشفى الكلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري ناخد الخازوق اللي خده المعلم تيتي ده مش خد خازوق عادي انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي فاضل بس اخلص بقى من البازار يا دولا بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله بقى كده دولا ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده فكرتي بقى فكيك بص كويس يا دولا كشري ماله يعني المعلم زعزوع الاصابعي يا دولا ماله المعلم زعزوع اللي بناكل من عنده كشري يا دولا ايوه اخلص ماله اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولا هتقول ولا نفخك ماله سمعته يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا هو المحل بتاعنا بس يعني لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا انت عرفت ازاي ايوه دول انا هقول لك انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم بس انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده يقولوا جاي كوش على الشارع كله وانا ما بحبش ازعل حد مني عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره تقصد ايه يعني اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله بص يا استاذ عادل انا قلبي انفتح لك قوي بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي ده كار ابويا وجدي وجد جدي وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني مظبوط لكن دي مش غيتي
أنا غايتي أكبر من كده بكتير. أنا طموحي ملوش حد. يا سلام، وإيه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، أنا غايتي في القصب. معلش، أنا حاسس إن القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، أنا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوة لقدام. وين رايح الزبون؟ طب هو الزبون عدم المؤاخذة يعني تعبان في إيه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطة عندي شديدة قوي ووعرة. أهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل، يروح يشرب كوباية قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى أفكارك. عموما بص بقى يا معلم، أنا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط. شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد إيه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوق و50 بعد شهر، ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رأيك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجة تانية بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مرة اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت. سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمز. عايز اخلص منك. دول يا حبيبي، يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها، انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده؟ هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المساله مش بالسهوله دي. البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني، ده كان في شارع مميز جدا مليان حركه. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحه، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. والحاجه جديده زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكل. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكل، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع.
طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاع الشحن وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق اطلع. حاضر يا معلم حاضر. طب يا معلم والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم ربنا يخليك والله يا معلم هقعد ادعي لكل كلكو لا ادعي لكل كلكو. خلاص خلاص هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم اقشره لكو واعصره هولو. يلا رانيا مين اللي كسر ازاز الحمام كده؟ هيكون مين يعني يا عادل؟ خمن كده؟ ايه الشعب عمل ثوره على الحمام وكسر الازاز ولا ايه؟ لا وانت السادس ده جدك يا سيدي عمال يزقلنا بالطوب يزقلنا بالطوب من بالليل. انا مش فاهمه ايه لازمه الثوره الصامته دي؟ ما يقدم مذكره بطلباته. هو معتصم ولا ممتنع عن الاكل ولا حاجه؟ تقريبا. وبعدين بقى؟ ما تقلقش احنا بعتنا له متحدث رسمي باسم العائله عشان يعرف طلباته ايه. وحتف عليهم زنازين وبراكين. زنازين ايه بس يا بابا ستو؟ طب ايه رايك تبيع الزنازين دي للسجن او تكسب فلوس بدل ما انت عمال تخسر كده؟ بس يا هبل بس يا هبل سجن بس يا هبل. طب قول لي بس يا عم قول دلوقتي في حد داسلك على ديل؟ ولا ده انا ادوس على ديول عيلتك كلها شمبازي شمبازي يا ده شمبازي. امال ايه بس اللي معشعرك كده يا عم بقى؟ انت بتنرفز عليا وبتعلي صوتك عليا يا قضم. هما دول الناس دول كانوا كل يوم بيبعتولي اربع حتت لحمه، النهارده بعتولي تلات حتت لحمه بس. ايه ده تلات حتت لحمه بس؟ يعني مفيش فراخ ولا كباب حله ولا حوشي؟ ولا تبقى تجيلي انت هات كل يوم انا احط لك شويه اكل واحط لك شويه ريس واحط لك شويه حب. حب؟ حب الشباب ولا حب العزيز؟ لا حب يضربك بقى. انت ادب ومتربيه. لا 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 يا لا 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 خش يا صرصار خش يا صرصار. ايه هتضربني ولا ايه؟ خش يا صرصار. ماشي ماشي. هي يا ابني مالك في ايه؟ لا مفيش مرات عمي بس اسلامة الدمويه رد في وشي عشان كلت. يعني كلت؟ كلت ايه؟ دي رانيا هي اللي طبخانانا النهارده. يا حبيبي ليه تعمل في نفسك كده بقى؟ يا ريت يا ريت والله كلت برانيا ده انا كلت ضرب مربح من الراجل اللي ورايا. الراجل ده وبطش الحقيني الحقيني. ضرب مربح؟ انت لسه شفت حاجه يا صرصار؟ ماشي ماشي. وفين الواد اللي هفى اللي اسمه عادل؟ راح الشغل. مرات عمي والله العظيم انا دوله وحشني قوي والله. انا هروح له دلوقتي علشان نار دوله ولا جنه الراجل اللي هناك ده. وانا مرات عمي والله العظيم. ماشي ماشي يا بابا ستو ماشي. خد يا صرصار. ناولين المقاشة يا نعم ناولين المقاشة. حاضر حاضر يا بابي. ايه يا رورو مالك حبيبي؟ واي ار يو سو نيرفس كده اهو؟ هو نيرفس واللي يشوفك يبقى نيرفس وعارفة. ولو الواحد كان نيرفس ولو ما يشوفك وانت عاملة ايه؟ ميرسي تي تري جونتي. طب ما تقومي كده يا قمر يا حلو وتمشي قدامنا كده عشان الواحد يتفرج على الفيديو كليب. نوتي 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 بابي. وايه وانتوا فين الاكل امال؟ وبعدين انتوا قللتوا اللحمه بتاعتي وبعتين لي ثلاث حتت وليه؟ اصل الفلوس على القد. طب على قدكم انتوا لكن انا مالي. وانتوا هتورثوا هتورثوا عارفين هتورثوا كام؟ كام كام؟ مين اللي قال كام؟ أنا اللي قلت كام. أنا أسفة أنا أسفة إن أنا قلت كام. هي الولية دي تبع مين أمال؟ حبيبي حبيبي تبعي أنا أنا أنا. لا خلاص تغلط براحتها جميل. أنت قمر يا عسل وطحينة وهاتوا بقى إيه عيش سخن ونغمس. عارف يا بابي؟ أنت عارف؟ إيه؟ النفقة بتاعتي اتقطعت.
هو يا هو مين اللي هتعمل؟ الموكوس سعيد طليقي. وطلعك امتى وانتوا قلتولي؟ انتوا قلتولي ولا قلتولي؟ الله، امال انا قاعده هنا ليه؟ قاعده هنا ليه بقى؟ انا هقول لك يا رورو يا حبيبي، اصلي الراجل اللي طلقها ورماها بره البيت كده بالجزماتوس يعني قطع عليها النفقاتوس بتاعتها، وهي بقى عايزه واحد راجل بعدلات كده عشان يقف لها وعلشان ياخد حقها. برضه مش هتتجوزي بابي. وانا برضك بابي يعني، وهقفلها بقى طب وهقفله فين الراجل ده؟ هو عنوانه 7 شارع البرانسيون. برانسيون؟ واروح شارع البرانسيون؟ اروح شارع البرانسيون يجيلي شارع البرانسيون وانا اقفله شارع البرانسيون. ما هو بيخاف منك وبيهابك من يوم قراية الفاتحة وبيعمل لك 1000 حساب. 1000 حساب؟ و1000 وحساب وجغرافيا وحساب مسلسلات وتاريخ ويلا. يا ماما، مش ممكن اعمل اللي انت بتقوليه ده. يا اختي ما تعمليش فيها الابنه الصالحه. يلا انا فعلا يا ماما ابنه صالحه. يا ربي وقلبي غضبانين عليك اليوم الدين لو ما سمعتيش كلامي. بصي سناء، مش معقول كده. عايزه اقول لك حاجه، رضا الممهات اهم بكتير قوي من رضا البابهات. اسمعي كلام ماما. سناء، لو انا كلمته مش هيسمع كلامي، ولو عادل كلمه هيفتكر ان في حاجه. يلا بقى. يا رب سامحني، يا رب سامحني، يا رب سامحني. يوه منطقي منطقي منطقي. ايه بس كده؟ النمره حبان عندها على الاي دي وهتعرف ان احنا طلبناها. مش مهم. رودي يا جزمه، رودي يا دور، رودي يا رمه، رودي وانا هتسرح ازاي؟ جزمه رمه لكن تهزقني. لا يا شيخه بقى. كرامتي يا ماما. هي ليه؟ يلا. الو، ايوه يا منتعي، ممكن اكلم بابا؟ يا سفتتين المدعوه بنتك يصطادوها من على الحيط بشمشم. انا تجيبني من على الحيطه بشمشم؟ انا ما بتجيبش بشمشم يا ماما. ما بيلزقش. ايوه يا بابا. ايوه حبيبتي. بابا بموت يا بابا، بحتضر يا بابا، مش قادره يا بابا، انا سخنه، درجه حرارتي 85. هات لي كيس فاكهه وتعالى زورني يا بابا، ده انا بنتك الوحيده. ايوه بس الفاكهه كده تتعبك. بقول لك حاجه، اسمعي، خدي سبرينتين. بابا استنى استنى، كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. انا متصله عشان اقول لك في جمعيه يا بابا عاملينها ب 100 جنيه في الشهر لمده 80 شهر، ومش لاقيين حد يقبضها الاول. كده 10 دقايق وابقى عندك. اول ما عرف ان انا تعبانه ومش قادره قال لي جايلك طيران وهجيب لك معايا كل الفاكهه اللي انت بتحبيها. يا سلام، حنين يا نينو، بيحبني قوي اصله. بابا. فينك بقى بركات؟ وفينك سعيد يا عمي؟ سعيد او سعيد، وفينك وفين ايامك؟ وفاكر والطاوله وجهار وشيش وياك بابا خش في الموضوع. ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها لما كنت بتجوز البنت بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى، بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. واستعمال طبيب ولا ايه؟ انا ببيع لك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى؟ وازيك يا رؤوف؟ واخبارك ايه؟ سعيد يا عم سعيد. طيب خد يا بت، خد يا بت، انت يا مترنك، يا مترنك اخضر، تعالى خد. مش فاهمه حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمه للراجل الغريب اللي ما اعرفوش ده. لا يا عم ربنا يخليك، مش عايز اكل. لا متشكر، الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روحي يلا، روحي على الدوبك اجري، ومش عايز حد له. الصحة ما عادتش مستحملة يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طعم مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طعي؟ كلت الطبيخ من هنا، شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكة وبنسدد في ديونها لغاية دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع ورأي المثل؟ يا قرع رخ رخ على مطرة بنته وخالتي. امال فين سناء؟
سناء بنتي وبتنظف الاوضه بتاعتي والفوق، عايزه ليه؟ اصلها كانت قالت لي اجي اقبض جمعيه، فقلت اجي اخلص المصلحه دي وامشي. طب دلوقتي وانت ليه مصاهين وعلى النفقه؟ لا 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 لا، عيب عيب، ما تقولش مصاهين. مصاهين ده ايه؟ انا مستنطع، انت عارف منطعي والباروكه واخده مني فلوس كتير. يعني انت عشان ما تشوفش الباروكه وتشوفها قرعه واحنا نجوع من الموت؟ طب ونعمل ايه بس؟ لا ده بص، لا انت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. ايه ده؟ انت بترفع عليا السلاح؟ وغزك وغزك، وانت فاكر يعني ان انا زهايمر وعجوز؟ لا ده انا غزك واطلع لك كرشك ده وغزك، عارف اعمل ايه؟ قلبه بجد؟ خد جزمته؟ الساعة؟ حتى سجايره والولاعة؟ وعلق حلمه على الشماعة؟ الله، هو كان بيقلب محمد منير ولا ايه؟ أبا طبعا فرحان، أنا مالي يعني، جدي يقلب أبويا، أنا مالي، المهم حد فيهم يتعور في حاجة. ماشي، سلام سلام. إيه دولة، هو بابا ستو ارتكب جريمة تانية؟ لا يا سيدي، قلب بابا وخد محفظته وخد كل حاجة معاه. أنا طب وأنت دولة بقى هتسكت ولا إيه؟ مش إشكال أنا أسكت ولا ما أسكتش، المشكلة إن بابا يسكت، ولو بابا سكت سلوى منطعي، المشكلة إن هي اللي تسكت. هو فين؟ هو فين ابن دراتي اللي مش عارف ابعد عن سكتي؟ يا دهوتي يا دهوتي حبيبي. ايه ده، انت بتقولي شعر زي دولة؟ طب اتفضلي اتفضلي. وحضرتك عامله كده ليه في شعرك؟ يعني انت جايه من فرنسا ولا ده مسبوغ ولا ايه؟ ده فاشن شوز يا حبيبي، ما انا بعد ما اكلت من ايد المدعوه امراتك شعري ضرب باظ اتبهدل، جبنا الباروكه دي وضربتها كده على دماغي. طب شفت، انت كلتي من ايد المدعوه امراتي مره واحده وحصل لك كده، انا باكل من ايديها بقالي 10 سنين ما صعبتش عليكي. يا حراميه يا نور، انا مش همشي من هنا لما اخد الفلوس اللي قلفته فيها الراجل. فلوس ايه ده؟ بيقولوا لقوا في المحفظه بتاعته 40 جنيهات. يا سلام، والساعة كازلة والسونسيال والسلسلة. السونسيال والسلسلة؟ ده انت بتتكلمي فرنساوي زبالة، انت كنت فين في فرنسا؟ بص بقى حبيبي، انا مش ماشية من هنا الا لما اخد حقي جوزي على داير مليل. طيب حضرتك خدي حقه من اللي خده منه مع جدي. لا حبيبي لا، انت طيب غلوب تيجي معايا سكة، انما التاني لا شرس. طب حضرتك يعني بصي من الاخر، يعني انا معيش فلوس. ايه ده ايه ده دولة، معكش فلوس ايه يا عم؟ انت خفت تحسد يا دولة؟ دي يا دولة مرات ابوك، يعني في مقام والدك والخال ابويا بس يا لا رمزي، بس يا بص يا ست، معيش فلوس. حبيبي انا شم بقى ريحه استخفاف على استعباط على استحقاد. انت قلت ما معكش ايه يا دولة؟ قلت معيش فلوس حضرتك. ايه ايه يا دولة بقى ايه يا عم، بطل كدب بقى، ده هو الكدب البانه في بقك. حضرتك والله انا في غايه الانعزار من دولة يعني، بس هو اكيد بيهزر على فكره، احنا حضرتك معانا فلوس كتير الحمد لله، ويا ريت تكفي. لحظه واحده، حضرتك محتاجه كام يعني؟ بتعمل ايه 4000 جنيه ينتح جنيه بسيط. اوعى يا عم يا كداب. اتفضلي 5000 جنيه وفي 1000 جنيه زياده علشان لو حصل اي كدب ولا حاجه وما تلاقيتنيش، انا تحت امر حضرتك. اسفخس عليكوا علم ما تجيش غير بضرب الكوتشي. سلام يا حبيبي. مع الف سلامة، مع الف الحمد لله خرجتك من الازمة. هو انا دولة، ابقى اتعلم بقى حاجة مني بقى يا دولة بقى، الامانة سر النفاق. انا بحبك قوي يا لا رمزي، انت جميل يا لا. ربنا يخليك يا دولة. انا على فكرة ماما كانت بتقول لي كده برضو، كانت بتقول لي يا رمزي انا ما خلفتش غيرك. وهي كانت خلفت غيرك؟ لا. رمزي انا مفروض بقى في حاجه زي اللي انت عملتها فيا دلوقتي وفلوس طلعتها وبتاع. مفروض اعمل فيك ايه؟ المفروض طبعا تضربني عشان انا عملت لك مصيبه كبيره. مفروض اضربك؟ طب ايه رايك بقى رمزي، انا مش هضربك. لا يا دولة لا لا، ما تقولش يا دولة اضربني بقى وخلصني يا دولة والنبي. مش هضربك يا رمزي. يا دولة اضربني بقى، اضربني اضربني. مش هضربك يا رمزي، مش هضربك، وغور من خلقتي بدل ما اضربك. فعلا عتاب الندل اجتنابه.
انت بقى هتعمل ايه في الفلوس اللي خدتها منك البت القرعة دي؟ هات يا كروديا يا كروديا. ما انا جاي لك عشان كده يا جدي، يعني يا ريت نرجع لهم الحاجه اللي انت خدتها وناخد فلوسنا. ترجع لهم حاجتهم واحنا خدنا بينهم حاجه؟ احنا ما خدناش بينهم حاجه لحد. بص شفت الساعه دي اللي هي كوسترايز توست؟ ايه ده؟ الله، وريني كده. ايه ده يا عم؟ دي ساعة دي ب 10 جنيه وهم مخدوا 5000 جنيه، يعني يجيبوا بهم 3 ساعات. بس يا اهبل يا اهبل يا اهبل. بابي اتصرف، دول خدوا كل حاجة واحنا ما خدناش حاجة، يعني هم اللي كسبانين. خلاص خلاص خلاص، وما تقلقوش، احنا هنعمل قعدة عرب بقى، وعرب من كل حتة، يعني عرب من ليبيا وبين الخليج، وعرب وعايزين عرب من المغرب. أنا مرة كنت في المغرب وكان وعرب يلا. شوف يا حاج رواش، انا اللي جابني هنا بعد المقلب السخيف اللي انا خدته منكم المره اللي فاتت ان انا بعزك جدا، ده بالاضافه ان انا جايب معايا البوبي جارد بتاعي. اه يا حبيبي، واللي له شوق في حاجه يعملها، واللي حصاني كسرني، واللي فسحني كسحني. اي حبيبي. ايه الوليه يا عم اللي انت جايبها وعايزه مسمار في لسانها ويعني وزغبط ولولولو وحبيبي ايه ده؟ بص يا بابا جدو، احنا اللي لينا حبيبي خلاص اخدناه خلاص. يا سلام وخلاص. طب وبتي والنفقه وقفلها؟ عشان النفقه عدها المحاكم، تروح المحاكم، هناك في القاضي. يا قاضي يا قاضي. اي حبيبي. وفي قاضي وفني ومحاكم وعيلتين، وعيله واطيه وعيله واطيه، ويروحوا محاكم وبوليس ولا يعني. بص احنا بص نلعب دومنا، نلعب دومنا على الفلوس، واللي يكسب ياخد الكرشينه ويلا. اللي انت بتقوله ده يا بابا يمكن نخسر. مين اللي يخسر؟ ده انا مره وانا في المغرب وكان في 4 سحره وجم لعبوني وتعبان، ورحت اخدت تعبان وديته. طيب نعمل ايه؟ ما ينفعش لعبه ده، بقى راجل اعمش، يمكن نطلع بالشقه. عرسه جت في البيت، عرسه جت في البيت. يا بابا انا عرسه بوقها. يلا العب. يلا يا حبيبي يلا، خد سيف وكمان سيف. هات الواد. الله، ده شبهك بالظبط، شبهك بالظبط يا بابا ست. بص لين وبعدين منطقه، هنعمل ايه تاني؟ العب على البت، البت في الحلم دنيا. دنيا بنت اختي. دخلت في بقها تاني. خد سيف. سيف؟ سيف ابن اختي. خد سيف. خد سيف. وكمان سيف. سيف. هات البت. كويس بقى ان الواد جه الاول عشان يشكمها البت دي. مستحيل، انت ده بقيت حريق دمي. اسكتي شويه، مفيش غيره. يلا خد سيف. سيف. كمان سيف. وسيف وكمان. هات الشايب. شفت يا منطعي؟ احنا بنتقطع. انت حبيبي لوحدك اللي بتتقطع عشان انت موكس. اوعى انا اللي هلاعبه. خش عليه. هات الكوشينه حبيبي. طب بعيدي طبعا عشان الحاجات دي فيها حاجات ممكن تسرق يعني، وعايز الكوشينه وانا هلاعب واحد ست. وهاتي طيب وهاتي واحد على قدك بقى وهكسبك، هكسبك برضه. يعني وده كرم الضيافة عشان احنا كرم الضيافة او كرم الضيافة. وهاتي 7 ترفل وهغلبكم ان شاء الله. احنا اللي غلبنا حبيبي. ايه ده؟ هقطعه، ما انا منطعي. خدي طيب.
ادي اهو حقك ودول بتوع علاوي. يلا العبي. عايز حقي انا. عايز حقي. اصبر اصبر اصبر. العبي العبي. امسك دي. ايوه كده هتعدل لي حبيبي. هاتي خمسة ست. ايه؟ هاتي خمسة. طيب طب خمسة ست. اوي هات حبيبي هات يا روحي. خد يا سعيد خد بين اغنية. خد خد عشان تشوف بيها ال خد يا سعيد خد خد يا سعيد. فاتي ايه ايه يا حبيبتي عندكوا حاجة تانية لسه ما خسرتوهاش يا بابا جدو؟ هاي خمسة يا قلب. خمسة وخميسة في وشك يا حبيبتي. كسبنا يا سعيد كسبنا. بصي يا نعم ما عندناش غير التلاجة بقى، احنا هنلعب على التلاجة و يلا. لا يا بابي انا هلعب على ده، كان هدهولي المحروس هلعب عليه، يا تاخديه يا تخسري كل حاجة. هموكس كنت بتهديها يا حبيبي عمل لي لفيف. ماشي بقول لك ايه يا حبيبتي، انا ما بحبش حاجه جوزي تبتبره في ايد حد غريب، يكسبه يخسر كل حاجه. ولو خسرتي يا حبيبتي هناخد الباروكه. فرصه يدبسه في قصتها. يلا عايز ايه؟ حاضر يا حبيبتي. ها يا حبيبي. العصايه انا سمحت والله بس عشان ما اعرفش امشي، وهاتوا الفلوس كلها والا الباروقه. الا الباروقه. اوعى ولا اوعى ولا امشي اوعى. الحق يا سعيد. اهلا اهلا. ازيك يا بابا؟ بابا انت خليت فيها بابا. طب وانا مالي؟ طب يا بابا طيب انت مالكش دعوه، انما جدك جدك السوسه ده الله يجازيه كسر شمختي وعر راس منطعي. يرضيك يرضيك يا استاذ عادل. العيال يزفوني في الشارع ويحدفوني ببذر الزيتون ويقولوا الولية المهروشه هي الولية المهروشه هي. ولا 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 انت مالك انت مالك. يرضيني ما يرضنيش طبعا يعني. طب وانا اعمل ايه؟ طيب خدوا كل حاجه ورجعوا لي كبريائي، ده شعر المرأة يفقد جمالها. ايه الانتخابات اللي دخلاها دي؟ عارف عارف يا عادل، انا من ساعة ما خدت الباروكة بتاعت منطعي والله يا ابني ما انا عارف ابص لها من انهي ناحية. انا لو منك يعني ما ابص لهاش يعني. طب حضرتك يعني يا بابا بص، احنا ممكن نرجع لها الباروكة ونرجع لها كبريائها واليوفط وكل حاجة، بس عندنا شروط. انا موافق على الشروط، بس ارجوكوا رجعوا باروكة منطعي. حاضر يا بابا، هنرجع لها الباروكه ونرجع لها الكبرياء ونشوف العيال كمان اللي كانوا ماشيين وراها وبيقولوا كانوا بيقولوا ايه؟ الوليه المعروشة هي الوليه المعروشة هي. ولا 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 انت تعرف مين العيال اللي عملوا كده؟ ايوه دول لما انا كنت معاهم. تعبان بيبي. كنا عايزين ننزل نجيب من تحت ال الايه؟ الايه؟ انا ما بصدق الاقي سرير. ايه ده؟ سرير سرير. تخيلي تخيلي يا صباح الخير. يا سلام. طب قوم افتح الباب بقى. شش احنا نعمل نفسنا مش موجودين في البيت اساسا. عادل قوم افتح الباب. اوه يا رانيا، وكل حاجه انا اللي اعملها. بقول لك تعبان وما صدقت لقيت سرير تقولي افتح الباب. حاضر هفتح الباب. حاضر. المكواجي بيخبط، تعالى بقى اتفضل خد الفلوس بتاعته. كمان اجي اخد الفلوس. حاضر يا رانيا حاضر هاجي اخد الفلوس. هات يا حضرتك. لا يا حبيبي مد ايدك الطهره وخدها من هنا. كمان امد ايدي يعني بتتعبيني اكتر. حاضر حاضر. اف انت مين وعايز ايه؟ انا نادر وعايز اتجوز بنت حضرتك. ايه؟ وانت شفتها فين بقى؟ انا اول مره شفتها صدفه، وبعد كده قررت ان انا يعني ادخل البيت من بابه. تدخل البيت من بابه؟ لا والله براوة عليك يعني. وبعدين مساله عجيبه قوي، انت مش شايف يعني ان هي صغيره عليك؟
يا عم الحاجات دي ما بقتش تفرق معانا خالص على فكرة. وبعدين يا عم يعني أنا شاب جاهز وعندي شقة وعندي عربية بتاعتي والموبايل أبو كمرتين كمان. موبايل أبو كمرتين حلوة. وأنت أهلك موافقين على كده؟ طبعا موافقين وبيشجعوني كمان على كده علشان أكمل حياتي مع البني آدم اللي أنا اختارها قلبي. اختارها قلبك ياد ورجلك ياد لغاية دلوقتي بتخاف تنام في الضلمة؟ أنا هقف جنبها يا عمي لحد ما تتغلب على خوفها من الضلمة. لا حول ولا قوة. بص لغاية دلوقتي بتلعب بالعرايس. أنا هجيب لها عرايس يا عمي وهلعب معاها كمان بالعرايس. يا عمي أنا اتكلمت معاها والله العظيم وهي يعني شبه موافقة. اتكلمت معاها من ورايا؟ بتقرطصني يالا؟ يا عمي أنا ما كانش قصدي أقرطصك خالص على فكرة. أنا ما اتكلمتش معاها كتير حبة صغيرة. يا هانم أنت يا هانم تعالي شوفي بنتك. أنت يا هانم في عادي أنت بتزعق كده ليه؟ اللي حصل؟ بزعق كده ليه؟ قلتلك 100 مرة ما تفكيش الضفاير بتاعت البنت. انت قلتلي من غير ضفاير هتبقى أحلى بكتير ومشيتيها لي بزعرورتين. اتفضلي الزعرير بتاعتك يا هانم. الهانم الصغيرة ماشية بتتعاكس من شباب الحتة وادي العينة الكابتن نادر. يا عم نادر بيعاكس الهانم وهي ماشية فاكر ان هو لمجرد انه عنده بتاع ده شقة وعربية وموبايل بكاميرتين ان انا هوافق ان انا اضحي ببنتي بضنايا ومش بعيد يكون بيقرطصنا وبيركب معاها المراجيح من ورانا. يا عمي انا ما كنتش مراجيح. اخرس خالص. بابا هو مين ده؟ مين ده؟ يا نهار اسوح انت خلاص من كترهم بقيت تتلخبطي فيهم. ايه يا جماعه الدوشه دي؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انا يا ابني مش قلت لك ان انا عمري ما هرتبط بيك؟ هما قاعدين جوه بيعملوا ايه؟ طب اروح واجي تاني؟ وانت فاكرني جاي علشان اخطب البنت الصغيره ده؟ عادي يعني؟ ايوه يعني ايه عادي يعني؟ بنتي يا مسهويك انت، انا قاعده مزنوقه جنبك في الاوضه بقالي 3 ساعات، احكي حكايته وما تعيش تهتهي. ما سيبيها تتكلم بقى انت كمان، اف شتب. قولي يا حبيبتي قولي احكي. ابدا من كام يوم كنت ماشيه في الشارع مزوغه من الجامعه يعني ورايحه اطلع فجاه لقيت الواد المعفن ده فضل ماشي وراي. طبعا انا نفضت له لان هو باين عليه واد صايع وضايع وانا في العادي بتعكس من عيال اجمد من كده بكتير قوي. المهم النهارده عمل حاجه غريبه قوي، فضل ماشي ورايا جه ورايا هنا لحد العماره وقعد يقول لي كده في كلام غريب اتجوزك واكلم اهلك. طبعا انا يا مامي نفضت له وطلعت هنا البيت. برافو عليكي يا حبيبتي قلبي. هو ده بقى التربيه بتاعت الماما. برافو يا بيبي. يا نهار ابيض وانت كنت بتسمعي حكايه غير اللي احنا بنسمعها يا مجيده ولا ايه؟ اصبري بس يا بنتي الامور لسه ملتبسه في بعضها. انا رايي ان احنا نشوف حكايه الولد دي الاول. انا بقول حاجه احسن حاجه ان احنا نتقل عليه كده شويه ها وبعدين نشوف هو عايز ايه بالظبط. انت رايك ايه بقى يا نجلاء؟ والله يا رانيا انا تقريبا كده مش هعرف اخد قرار طول ما الزحمه دي موجوده. اه يا حبيبتي معاكي حق يا قلبي. يا ريت بقى اللي له كلمه كويسه يقعد واللي ملوش كلمه يا ريت ينجر بره الاوضه دي. يعني الكلام ليكي يا جاره. ها مقلوبة حبيبتي مش هتلاقي حد في الدنيا او في القعده دي عنده خبره في الزواج والعرسان قد دي. خبره هديكي معلومات جوجل. اختك ديت الخيبانه اول ما دب جالها اتدبت على بوزها واتجوزته فما عندهاش خبره خالص. يا حرام فعلا معاكي حق فعلا. شفتي مامتك معايا على فكره انت معاكي حق فعلا انا اتدبيت انا ما انكرتش بس على الاقل المدب اللي انا اتدبيت فيه احسن بكتير من المدب اللي حضرتك اتدبيتي فيه. لذلك ارجو الصمت والخروج وانا بس اللي هقدر اقول رايي في الموضوع ده. ميرسي ميرسي على المقاطعه. انا مستنياكي برا. اي نصيحه؟ المشاهير
المدب اللي بتتكلموا عنه ده يبقى ابني اللي قواكوا في بيته بيصرف عليكوا يا غجر. يا سلوم هو قويكوا انتوا كمان يا غجر، انتوا كمان بتتكلموش. اسمعي بقى شتف ومش وقته خالص الكلام انت بتتكلمي تقولي ايه. على العموم انا سايبالكوا الاوضه وماشيه. يا ريت تردي. فيسه فيسه شايف ان احنا ناقصنا انفورميشنز كتيره جدا عن الولد ده، فانا من رايي ان احنا ممكن نجيب صوره حديثه ليه نقارنها على الانترنت بصور المجرمين العتاد دول، يعني بحيث ان احنا نطمن ان هو راجل ما عندوش اي مشكله يعني، وان هو مش منتحل شخصيه كده ولا كده، فاهماني يعني. لا هو بصي يعني انا حبيت اساعدك بس حيث انك مش عايزه فانا ممكن اخرج من الاوضه بكرامتي على اساس ان احنا اخوات يعني. حبيبتي انت برافو عليكي اللي انت عملتي، انت لازم تاخدي راي ماما في كل حاجه. ما طبعا انت عارفه رانيا اختك لما جت تتجوز عادل هي اخذت رايي، وانا بقى اللي اقنعتها عشان تتجوزه. اختك بتنادي عليا. ايوه رانيا، ايوه جايه. انتي عارفة ان العريس ده كان جايلي انا الاول مش كده؟ بص بقى انا جيت اقعد معاك بس عشان اخلص من الزن اللي عندي في البيت، فياريت يعني تحاول تفهم وتقدر وبلاش تضغط عليا. بس انا ما كانش قصدي اضغط عليكي خالص على فكرة. يا سلام، امال كل يوم بتطب علينا في البيت وعملت تجيب لي الجاتو وعملت تصاحب على جوز اختي، كل ده بتسميه ايه؟ صحيح الجاتو اللي انا جبته امبارح عندكم عجبك؟ صراحة كان حلو قوي، بس ده مش معناه اني موافقه على اللي بيحصل. نجلاء انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. وانا عندي مقص من امبارح. بقول لك ايه؟ ايوه. انت مش التيب بتاعي وفي حاجات كتير قوي محتاجه افكر فيها قبل ما اخد القرار. ابوط خلاص فكري براحتك وانا مش هاجي عندكم تاني لحد ما تاخدي القرار ده. اهلا، ازيك يا نادر؟ اتفضل اتفضل. شكرا. يا ترى نجلة وصلت لقرار ولا لسه؟ لا لا لا. ولا لا؟ لا 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 لا. يعني ولا لا 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 يا عادل. ولا لا؟ لسه بتفكر. لسه بتفكر. اتفضل اتفضل. لسه بتفكر، لسه بتفكر الهانم، لسه بتفكر. طيب انا هقعد بقى استناها لحد ما تفكر. ماشي. تشرب شاي وجاتوه مثلا؟ يا ريت. انت جايب معاك جاتوه؟ لا. طب اعمل لنا بقى شاي. ايه 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 مش اختك؟ وبعدين الهانم بقى لها قد ايه بتفكر وانا عايز اخلص. الواد داخل خارج داخل خارج، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش نفضل مستنيين طول العمر وهي الهانم حابسه نفسها في الاوضه فاكره نفسها زبيده ثروه. انا عملت كل اللي اقدر اعمله وهي مش عايزه تقتنع بارائي اطلاقا بسبب جوازتي منك. مننا؟ اشمعنى؟ هو والله هو كده بقى، هي مش مقتنعه برايي اساسا. انت مش عاجبك اتفضل خش اقنعها، لان انا بصراحه اطلقت كل طاقاتي وعنان تفكيري وهي ما فيش فايده فيها ثورجيه. ثورجيه يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ الواد اللي داخل خارج داخل خارج شكلي بقى وحش. انت ايه؟ ها عملت ايه؟ جهزت العده يا معلم؟ ظبطت كل حاجه. يلا. بقول لك ايه؟ هي نجله واخده كل الوقت ده في التفكير ليه؟ ما هو لسبب بسيط جدا، ان ده قرار مصيري. واوبا ايه ده، انت اتحسنت قوي كده ليه؟ ايوه يا معلم، من ساعه ما انت سبت لي ده امبارح وانا طول الليل بقى سهران عمال اتدرب لك. عادل. عادل. ايه؟ ما تقوم يا عادل تكلم نجله. ايوه ايوه هكلمها. جون جون. لا 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 مش جون، انت ما تحسبش، ما انا كنت بتكلم مع رانيا. ايه يا رانيا عايزه ايه؟ عايزاك عشان تقوم تكلم نجله يا عادل. هتكلم معاها بس بعد ما ادرس اخلاق الواد. الواد اصلي صراحه عايز دراسه جامده جدا. انا اسف. قول لي بقى انت ايه اللي عجبك بقى في نجله بقى يا معلم؟ مش عارف اقول لك ايه ولا ايه، بس انا اول ما شفت عينيها
حسيت بيها بالدفء والمكان والموبايل ابو كمرتين. بحبها قوي على فكره. بقول لك ايه، وانت ايه اللي عجبك في مراتك؟ يعني اتجوزتها ليه؟ والله يعني لاسباب تانية خالص يعني، بس اهم حاجه بقى انت عندك شقه ولا ما عندكش شقه؟ عندي شقه ثلاث اوض وصاله. جون. لا 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 لا، مش جون، دي اوفسايد يا معلم. الحكم ده بيستهبل. شقه ثلاث اوض وصاله، لعلمك انا كمان كان عندي شقه ثلاث اوض وصاله، بس دوام الحال من المحال يا معلم. بس هتقابلك مشكله جامده جدا. مشكله ايه دي؟ ان اصل نجله لعلمك متمسكه بمامتها قوي قوي قوي، يعني عارف لو انت اتجوزت نجله لازم تعيش مع مامتها. ايه ايه ايه، مامتها دي لعلمك ست شيك جدا ورقيقه جدا، بس هي نجله ما بتقدرش تستغنى عنها يا معلم. جود جود جود. يا عادل على فكره انا موافق ان مامتها تيجي تعيش معانا. انت بتتكلم جد؟ وجد الجد كمان. مامتها هتعيش معاكو؟ ايوه. وبعدين في البيت اختك اللي بتدلع دي، لغايه دلوقتي مش عارفين نقنعها ولا ايه؟ انا اخش اقنعها بنفسي. جول. بص بقى يا نجلاء، مش هينفع نفضل معلقين الواد اسبوع بحاله، يعني لازم تقولي لي ايه رايك عشان نريح ونستريح يا ماما. مش عارفه يا ابيب، بس اصل كل حاجه حصلت مره واحده كده وانا اتفاجئت. وانت هتفضلي اسبوع كامل متفاجئه يعني؟ قولي لي بس ايه اللي مضايقك في الواد ده وانا احل لك المشكله. هو بصراحه سيس. لا دي محلوله. سيس اللي هي عامله ازاي يعني؟ سيس يا ابي، سيس في حد لغايه دلوقتي ما يعرفش يعني ايه سيس؟ يعني عيل عادي كده وغلبان في نفسه، وانا بصراحه من زمان وانا نفسي اتجوز كده واتحرك كده ومجنون يعني. حرك ومجنون. انت طبعا شفتي يعني اختك متهنيه مع جوزها اللي هو انا، طبعا يعني حرك ومجنون، فانت نفسك تتجوزي حد كده. طيب قولي لي انت ايه رايك، يعني ازاي نخليه ما يبقاش متسيس؟ يعني هي بتتقال ازاي؟ سيس. يعني ازاي بقى، فكري كده معايا يعني بصوت عالي، ازاي نخليه مش سيس؟ يعني مثلا يا ابي طريقه لبسه، هو لابس ايه النهارده؟ لابس ثانيه واحده ابص عليه واجيلك. لابس قميص ومنطلون. اهو شفت بقى؟ لا هي مشكله فعلا. طيب قولي يا ابي، هي جزمته شكلها ايه؟ جزمته هايله فظيعه، حتى لفتت نظري اول ما جه هو النهارده، قلت له جزمه دي جايبها منين يا نادر؟ فقال لي جايبها من عند راجل. ثانية واحدة أبص على لون جزمته وأجيلك. لابس جزمة سودة. في حد لغاية دلوقتي بيلبس جزمة سودة؟ لا ده سيس سيس فعلا يعني. طب دلوقتي يعني يا نجلاء احنا لازم نتصرف، الواد لازم أرد عليه أقول له إيه؟ يعني يا ربي انا طول عمري كنت بحلم اتجوز واحد كده زي محمد حماقي ولا تامر حسني، في الاخر يقع نصيبي في واحد معفن زي اللي اسمه نادر ده. تامر حماقي ومحمد حسني. طلبك عندي يا نجلاء. انا مش عارف يا عادل انت جايبني هنا ليه، بس ما تقلقش يا نادر، انت قلقان ليه يا ابني كده؟ هو انا هظبطك. ولا يا رمزي. نعم يا دول. تعالى هات، فين الحاجه اللي قلت لك هاتها؟ هي دول بس يا دول. الجله دي عندكم في مصر غاليه قوي، احنا عندنا في البلد ارخص، وبعدين مش في علبه كده بتتبطط كده وانتوا هتولعوا في البيت. ولع في البيت جله ايه؟ يلا يلا، دي اسمها جل، التانيه جله، دي حاجه تانيه. التانيه انت طبعا اكيد بتاكلها. هات هات هات. هتعمل بيها ايه يعني؟ دي دول. دي بقى هعمل بيها شعر نادر عشان اظبطه. شعر ايه يا دولا؟ انت هتسمد له يا دولا؟ هو عرض دون يا دولا؟ انتوا اي حاجه بيحطها لكم في علبه تشتروها كده ومن غير تفكير؟ فكروا بقى. فكروا بقى وبتتنرفز عليا حاضر حاضر يا استاذ رمزي، هنفكر. حاضر حاضر. عموما موضوع الجل ده فهمه لك بعدين. بص بقى نادر، دلوقتي يا سيدي انت طلعت سيس للاسف يعني طبعا، بس انا طبعا الموضوع ده مش راضيني خالص، وانا هغير لك الموضوع ده واغير وجهه نظر الناس عنك انك انت سيس. اول حاجه اعملها اعمل لك نيو لوك يا معلم. النيو لوك ده يعني عشان بس يبان شكلك واد روش، ارمي النضاره دي، ارميها، مش تشيلها بس لا ارميها. ماشي؟ ايوه كده، برافو عليك. تاني حاجه بقى الشعر،
هعمل لك شويه جل في الشعر، تحب اخلي لك شعرك زي حمائي على قدام ولا تحب اخليه زي تامر على جنب؟ دولا انا عندي فكره، يعني احنا ايه رايك نعمله هناون كده شويه على قدام وشويه على ورا كده كده، نعمل له فرق كده هو يعني ده على اساس يمشي بالجنب؟ يعني انت بتفكر ليه؟ بتتكلم ليه انت؟ انا اسف. بص يا سيدي، اول حاجه جل، وكتر بقى الجل واخد بالك، بحيث يلحوس كده هو في ايدك وانت بتحط على دماغك. طبعا يا عيني دماغك عمرها ما تحط لها الجل ده. وبعدين نقوم عاملين كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، ما تخافش خليني انا اعمل لك. بتدق ايه؟ بتدق ايه باجي؟ ايوه كده، بص كده بقى ايه شكل جديد. عايزك بقى تشيل يا معلم الكرافته اللي انت لابسها دي. بس الكرافته دي عزيزه عليا قوي. عزيزه عليك ايه؟ هو ده وقت معزه؟ اتفضل رمزي خلي دي معاك. ماشي يا دولا. استنى استنى، هات هات الكرافته دي، هات الكرافته دي لو سمحت، امسح ايدي بس كده. تمام. الجله دي ريحتها حلوه قوي يا دولا، اوعى تاكلها انا بقول لك. ماشي، افتح لي بقى القميص بتاعك ده. افتح بس كده، انا هبرد يا عادل. يا عم تبرد ايه يا عم؟ ما تامر حسني على طول فاتح صدره يا عم، ولعلمك بيبرد، بس دي ضربت الشهره. يبرد شويه ليل ونهار، يسخن بعد كده يفتح صدره للدنيا. يلا. بس تامر حسني عنده شعر كتير هنا فبيدفيه عادي. وانت عندك تبن، ما هو برضو يا عم هيترفيك، ما تقلقش خالص. ايوه كده هو. بس يا معلم يومين تعيش بقى بالنيولوك كده، وبعد كده افرجك. الجزمه دي اقلعها لي، اقلع الجزمه. ايه ده، انت هتمشيني حافي عادل؟ عيب امشيك حافي ولا رمزي؟ نعم دول. هات لي الشبشب بتاعك. لا يا دولا، دي الزنوبه بتاعت امي ما فرطش فيها حتى لو هموت. هات الشبشب يا رمزي، انا مش اديتك كرافته؟ اه. يبقى هات لي الشبشب. خلاص ماشي، يبقى ليك عندي شبشب. ماشي، هنديك الشبشب دلوقتي. هتمشي لي بالنيو لوك ده لمده يومين، اسبوع كل يوم مرتين، بعد كده هتتعود عليه وتبقى انت ونجله عاملين زي الارانب بالملوخيه. السعيد الصغير بيفهم اكتر من السعيد الكبير. ليه؟ عشان السعيد الصغير بقاله كتير من الصعيدي. بجد انا ما كنتش اعرف انك دمك خفيف للدرجه دي. نعم، هو انت كنت بتقولي حاجه دلوقتي؟ بقول لك يعني انا مش متصوره ان عادل كان ممكن يطلع منه كل التغيير ده. عادل؟ عادل ده حبيبي، هو السبب في التغيير ده كله. بقول لك يا نجلاء، كان في حاجه في قلبي بقالها كتير قوي عايز اقولها لك. تتكلمي؟ عمل فيكي ايه؟ عمل فيكي ايه غير انه جاب الواد اللي كان متقدم لك اللي كان معفن ده، عمله بني ادم ولبسه ونجره ونجمه كده وصنفره ودوكه. صنفره ودوكه ايه يا رانيا؟ بقول لك من ساعه ما عادل عمل النيو لوك الواد الزفت اللي اسمه نادر ده، وقال ايه البنات عماله تجري وراه ومش طايقني ومش شايف نفسه معايا. رانيا جوزك ده يعملني العريس بتاعي يا رانيا.